السلام عليكم. هناك مشكلة يقع فيها الكثير، هي هذه. كما تشاهدون، كلما نقوم بتسجيل حساب في تويتر، عندما يجينا الرقم هنا يجينا غلط. ليش؟ لأنه نحن مسجلين من المملكة العربية السعودية، هنا يجينا فتح الخط من الإمارات. المشكلة مش في التويتر، المشكلة في الإعدادات، إعدادات الجهاز. نذهب إلى الإعدادات كما تشاهدون، بعد ذلك ندخل على اللغة والتطبيقات. هنا اللغة، اللغة والإدخال. هنا كما تشاهدون عندنا اللغة العربية، الإمارات العربية المتحدة. نقوم بتغيير الدولة، نعمل إضافة لغة، أو نستطيع تغيير الدولة فقط. بعد ذلك هنا نختار العربية، المملكة العربية السعودية، لأن تويتر يتعرف على المنطقة التي هي موجودة في إعدادات الجهاز. كما تشاهدون أقوم بحذف الإمارات، حذفت الإمارات، إزالة الإمارات من قائمة اللغات والمنطقة. بعد ذلك أذهب مباشرة إلى تويتر لأقوم بالتسجيل. كما تشاهدون نقوم بالتسجيل التالي. الآن ظهر لي الرقم مع فتح الخط السعودي، كما تشاهدون 966 هذا فتح الخط السعودي، أما الرقم الأول الذي هو 71 هذا 97 هذا رقم فتح الإمارات. الآن تم تسجيل الحساب بشكل صحيح، نستطيع الآن فتحه، نعمل رمز سري ونعمل كل شيء. إذا أعجبكم الفيديو جرّ إعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. معكم فواز الوصابي من قناة الوصابي برو، وإلى اللقاء.